بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، الفرقة الثالثة، انتساب مادة إدارة المنظمات الحكومية، المحاضرة رقم 10. معاك الدكتور إبراهيم عبد النبي، وحشتوني جدا، ونتمنى نشوف بعض إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. بس ادعوا معايا يا رب يزيل الغمة ونرجع نشوف بعض مرة تانية. محاضرة النهاردة بتتكلم على أخلاقيات الوظيفة العامة. هنشرح المفاهيم المرتبطة بأخلاقيات العمل والعوامل المؤثرة على أخلاقيات العمل. حاجتين كنا اتكلمنا قبل كده، المنظمة وتعريفها والفرق بين المنظمة العامة والخاصة والموظف وما هي مهاراته إلى آخره. النهاردة هنتكلم على إيه الأخلاقيات المفروض تتوفر للوظيفة العامة. في مفاهيم بقى مرتبطة بأخلاقيات العمل أو أخلاقيات الوظيفة العامة: الأخلاق، السلوك الأخلاقي، العمل، الوظيفة، أخلاقيات الوظيفة، متطلبات الوظيفة، القواعد الأخلاقية العامة لشغل الوظيفة، وأخيرا نظام القيم الذاتية ونظام القيم الاجتماعية. دي مجموعة المفاهيم المرتبطة بأخلاقيات العمل داخل المنظمات الحكومية على اختلاف أنواعها. كل المنظمات الحكومية يا شباب، الجامعة بتاعتنا تبع الدولة، الشرطة، الكهرباء، المية، السجل المدني، انك تعمل رخصة عربية، كل ما يبقى فيه ختم نسر تعرف ان انت داخل منظمة حكومية. واحد، الأخلاق. الأخلاق يا شباب علم بيعرفني الصح من الغلط، الخير من الشر، قيم ومبادئ ومعايير هي اللي بتحدد سلوكنا. يقول لك الشاب ده اتربى على طبلية أبوه، عنده أخلاق، بيكبر ويتخرج من الجامعة ويروح شغال في منظمة حكومية، بينقل وينشر هذه الأخلاق الجميلة النبيلة المنظمة الحكومية. السلوك الأخلاقي، السلوك اللي هو زي ما خدنا في السلوكية في سنة أولى، مجموعة التصرفات والأفعال والأقوال المرتبطة بالأخلاق الجميلة، الأخلاق بتاعتنا يا مصريين، السلوك المجرد من المنفعة أو اللذة، طالع من إرادة من جواك، إرادة حرة عايزة تعمل الخير، بيسموها بين قوسين جبر الخاطر، احترام الواجب والالتزام بفعل الخير. لما هتشتغل ويجي لك مواطن، ازاي تعامله، ازاي تخلص له المصلحة بتاعته، ازاي تبتسم في وشه، ازاي تقول ان شاء الله، ازاي تقول الحمد لله شغلانتك تمت، من غير ما بيخش للدائرة الجهنمية بتاعة البيروقراطية. ده السلوك الاخلاقي. العمل، واجبات بتقوم بيها يا فرد يا موظف، وبتتطلب منك جهد بدني وعقلي عشان تخلصها في فترة زمنية معلومة وبأجر معلوم انت بتحصل عليه، انك بتحلل الأجر بتاعك. الوظيفة، العمل اللي بيقوم بيه الشخص نفسه بعد ما بياخد التدريب العملي والنظري عشان يبقى محترف. يقول لك فلان ده بسم الله ما شاء الله عنده من المهارة والخبرة انه يخلص الورق ده او ينجز المعاملة دي. اخلاقيات الوظيفة، ايه هي مجموعة القواعد الاخلاقية اللي لازم الموظف يعني يلتزم بيها عشان يكون ناجح في تعامله مع المواطنين؟ اسمها اخلاقيات الوظيفة، مجموعة قواعد واسس اخلاقية. عارفين طبعا الدين الاسلامي بتاعنا بسم الله ما شاء الله مليان قواعد أسس أخلاقية، الديانة المسيحية مجموعة قواعد أسس أخلاقية إلى آخره. متطلبات الوظيفة، عندك معرفة نظرية، عندك تخصص، عندك ممارسة عملية وخبرة. يعني أنا بنصح الشباب بالمناسبة، يعني
انه ازاي ياخد كورسات عشان ينمي مهارته المعرفية ومهارته المتخصصة، ويبقى عنده الاتيتيود والسكيلز والنوليدج، المعرفة والمهارة المختلفة والقيم والاتجاهات بتاعته عشان تبقى ضمن متطلبات هذه الوظيفة. الصدق، الأمانة، المصلحة العامة على مصلحة الشخصية، عدم استغلال طالب الخدمة. زي زمان لما بنسمع كده يقول لك ايه، فتح الدرج علشان ياخد ويمشي ويكرمش، المصطلحات الجميلة اللي الشباب عارفها عشان يخلص رخصة عربية، يخلص رخصة مبنى، يخلص ورق. عايزين يبقى فيه صدق، عايزين يبقى فيه أمانة. ربنا بعت لنا رسالة اسمها كورونا، لأن احنا بعدنا شوية مش كده عن الصدق وعن الأمانة في التعامل. عايزين نرجع بقى، ويبقى كلنا تحت دعاء لرب العزة إنه يبقى عندنا قواعد أخلاقية بتحكم سلوكنا. نظام القيم الذاتية بتاعتك ايه؟ معتقداتك. كان في زمان حاجة اسمها الكتاب، معرفش هو موجود لغاية دلوقتي ولا لا، بتأثر على الطفل لغاية ما يكبر ويخش ابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة، وهو بيقوم رايح وجايب تقدير وشغال، وهو بتحتويه مجموعة القيم والمعتقدات السلوكية الجميلة اللي بتأثر عليه وبتخليه يتصرف نحو سلوك أفضل. وأيضا نظام القيم الاجتماعية نمرة 9، أنت عايش فين؟ ثقافتك إيه؟ الكالتشر بتاعتك، البيئة الاجتماعية اللي أنت عايش فيها، في المدينة ولا في الريف ولا فين؟ إزاي بنمي روح الانتماء للجماعة من خلال مجموعة القيم الاجتماعية، العادات اللي عندنا الجميلة. يقول لك ده ابن فلان، ده ضابط عندنا شرطة في القرية ديت، هيخلص لنا الكلام ده، وبيخدم الناس وبيراعي أهله وعشيرته وناسه، وبيراعي حد غريب جاي من بره. مجموعة قيم اجتماعية احنا بنؤمن بيها، ان الجار للجار، الموظف للمواطن، والمواطن للموظف. ازاي يبقى في روح الأسرة اللي من خلالها بنقل روح الأسرة دي جوه الشغل اللي أنا بشتغل فيه لما ربنا يكرمني وأتعين. إيه بقى العوامل اللي بتأثر على أخلاقيات العمل بقى؟ اللي بيخليني بروح كده عندي الصدق والأمانة والمسؤولية والنخوة والإيثار وخدمة الغير والابتسامة المشرقة والكلمات الجميلة، أؤمر تحت أمرك عيني، خلص المعاملة كده. يعني لما بدرب ساعات في شركات، يا شباب يا بنات بتوع اللي هو شغالين في البنك بيسموهم التيلر، بقول له طبق لي حاجة اسمها 5S، يعني 5 حاجات مهمة عشان يتعامل مع المواطن، ودي بتأثر على أخلاقيات العمل بتاعتك. الاس الأولانية سمايل، ابتسم يا أخي. نمرة 2 الاس التانية سبيك، اتكلم. نمرة 3 سولف، حل المشكلة بتاعته. نمرة 4 سيف، أمن المشكلة بتاعته. في عندي سمايل دي نمرة 1، وبعدين نمرة 2 سبيك، اتكلم. نمرة 3 سولف، حل المشكلة. نمرة 4 سيف، وبعدين خلص، والآخر ودعه بابتسامة، تقول له تحت أمرك وعنينا، والمرة الجاية نبقى نشوفك إلى آخره. يبقى في عوامل بتأثر على أخلاقيات العمل: 1 البيئة الدينية، 2 البيئة الاجتماعية، 3 التشريعات القانونية، 4 البيئة الاقتصادية، 5 البيئة السياسية، 6 الأخلاقيات الشخصية، 7 التنظيم الإداري، 8 الثقافة التنظيمية. 8 عوامل مهمة جدا بتؤثر على أخلاقيات العمل. نشرح. 1 البيئة الدينية، الشريعة الإسلامية السامحة اللي شايلة سموه في المبادئ وفي القيم، هي المصدر الأساسي للأخلاق، هي المصدر اللي بيستمد منه الموظف كل التصرفات والسلوكيات بتاعته، الحلال مبين والحرام مبين، منتهية. الدين بتاعك
لما بتصلي الخمس فروض بتاعتك ما بين كل فرد وفرد إن الصلاة تنهى، مش دي ثقافة إسلامية؟ ودي مبادئ وقيم اتعلمناها من منذ نعومة أظافرنا زي ما بيقولوا، دي مصدر مهم للأخلاق. الخواجات بيسموها المدينة الفاضلة، احنا عندنا الشريعة الإسلامية السمحة الفاضلة. يبقى البيئة الدينية اتربيت انت ازاي في البيئة الدينية بتاعتك؟ وزي ما قلت من اول المسجد لغاية المدرسة لغاية الجامعة، تراكمات بتخش جواك وبتحمل البيئة الدينية بتاعتك، الأب والأم ازاي بتقلدهم في الصلاة بتاعتهم وانت صغير لغاية ما بتكبر، ازاي بتستمع لخطبة الجمعة، بيئة دينية. اتنين، البيئة الاجتماعية، البيت والحي والمجتمع اللي انت عايش فيه، العادات الجميلة اللي موجودة عندنا في المدينة اللي موجودة في الريف المتجذرة جوانا، وعلاقاتنا مع بعض اللي بتساهم في تشكيل الوجدان بتاعك، اصحابك وانتوا صغيرين واللي كبرت معاهم وراحوا كليات مختلفة واتقابلتوا بعد كده وكل واحد نقل فكر المنزل والحي والمجتمع جوه المنظمة اللي هو بيشتغل فيها اسمها البيئة الاجتماعية، العرف في المناسبات في الأفراح والأحزان والأطراح، تلاقي القرية بتنتفض عن بكرة أبيها عشان تبارك لده أو تقف جنب ده في أزمته أو محنته. التشريعات القانونية نمرة 3، دستور الدولة وكل القوانين اللي هي بتطلع منه، نظام الخدمة المدنية واللوائح اللي بتتحط دي كلها بتؤثر على أخلاقيات العمل. وكلما كانت التشريعات يسيرة وغير متضاربة وغير متعارضة بيسهل من خدمة المواطن. البيئة الاقتصادية أيضا بتؤثر على أخلاقيات الوظيفة، الأوضاع الاقتصادية في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه كموظفين هل بتلعب دور كبير في تكوين أخلاقيات الوظيفة من مبادئ واتجاهات وسلوك؟ طبعا، يعني يقول لك ده شبعان، الشبع ده ليس شبعان غنى ولا فقر، إنما هو شبع نفس وشبع قيم، وكل ما كان الموظف راضي عن نفسه وعن وظيفته كل ما كمل، لو كان في نقص في الإشباع عنده بأخلاقه وجماله، وإن ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش كل واحد 100 درجة بتاعته كاملة، إنما بتتوزع كل على حسب. داخل البيئة الاقتصادية الموظف في البيئة الاقتصادية بيشتغل علشان الأجر، بيشتغل علشان يبقى في عنده طموح عايز يحققه، بيشتغل علشان يتجوز ويكون أسرة، بيشتغل علشان يبقى في أمن وأمان للوظيفة بتاعته لأسرته، واللبنة الأولى بتاعت المجتمع اللي هو هيبتدي يكونه. أسباب العمل، فرق العمل اللي بتتكون اللي هو الاندماج في مجموعة عمل، يعني لما بيبقى في انت منين يا ابني، انا من الحتة الفلانية، تعالوا مع بعض، ويبتدوا يحاكوا بعض لان البيئة بتاعتهم بتتشابه وتتماثل وهكذا. البيئة السياسية، كلما كان هناك استقرار سياسي كلما كان هناك استقرار نفسي واجتماعي للموظف اللي بيعمل داخل الوظيفة الحكومية، نمط السلوك أخلاقي أو لا أخلاقي بيؤثر بدون شك على خصائص البيئة السياسية، مدى فعالية الرقابة على أنماط السلوك، هل الساسة عندهم إن المنظمات الحكومية دي يجب أن يكون لها هوية وفق المفهوم الجديد للمنظمات الحكومية، والهوية الجديدة للمنظمات تبقى منظمات بتحفز على السلوك الإداري الأخلاقي الصح وتعاقب السلوك الإداري اللا أخلاقي من خلال النسق القيمي للبيئة السياسية داخل هذه المنظمات. إن عندنا البيئة السياسية من خلال مجموعة الأفراد اللي بيمارسوا العمل السياسي، لو طلبوا يبقى فيه سلوك إداري أخلاقي داخل المنظمات الحكومية الكل هيلتزم، واللي بينحرف
بياخد العقاب او الردع المناسب ليه. الاخلاقيات الشخصية، ثقافتك، قيمك، عاداتك، تعليمك، احنا قلنا الدين بتاعك، النسق الديني، العرف والعادات والتقاليد، اخلاقياتك الشخصية. في عندنا حاجة اسمها الصفة او السمة المستقرة في الشخصية. يقول لك فلان ده ابن حلال، فلان ده طيب، فلان ده بيروقراطي، فلان ده بيوقف المراكب السايرة، فلان ده كذا. جه منين الكلام ده كله؟ جه من خلال ان الموظف اللي بيقعد يتصرف بطريقة معينة في كذا موقف بنفس الطريقة بيستقر في ذهن المواطن ان هذا الموظف يمارس هذا السلوك. كل ما تروح لواحد يكشر في وشك، يعطلك المراكب السايرة، خلاص بتطلع فلان ده ايه يا جدعان، ده راجل كشري وبيقف المراكب السايرة. واحد تاني بيبتسم وودود وبيقول كلام طيب، لا ده ابن حلال. واحد تالت سايبها تضرب عليها وطيها. في حاجة اسمها الصفة المستقرة في الشخصية. دور على الصفة المستقرة في شخصيتك الطيبة الجميلة عشان تنميها بعد كده لما هتشتغل في مكان داخل منظمة حكومية. تلعب دور مهم جدا في مجتمع العمل والقوانين واللوائح الحكومية اللي موجودة. انت عندك تنظيم بيروقراطي ولا تنظيم ديمقراطي؟ عندك القيادة داخل المنظمة الحكومية ديت قيادة بتؤمن بالرأي والرأي الآخر، ولا قيادة متسلطة وليها وجهة نظر واحدة؟ ده بيأثر على السلوك الأخلاقي للموظف العام. يعني ما يكون تنظيم مركزي القرار واحد وممنوع مناقشته، ولا يكون في تنظيم مركزي وتفويض للسلطة وحوكمة زي ما هنشوف بعد كده لما نيجي نتكلم على موضوع الفساد الإداري إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية واللي بعدها. بيأثر التنظيم الإداري، كل ما كان التنظيم الإداري في مجتمع عمل وقوانين ولائحة حكومية وتشريعات بتحض على السلوك الأخلاقي، كل ما استقرت الأمور عند هذا الموظف اللي يعمل في ظل بيئة مستقرة إدارية. دي كانت محاضرة النهاردة اللي بتتكلم عن أخلاقيات الوظيفة العامة. بحبكم وأشكركم، وإن شاء الله نتكلم في المحاضرة الجاية. ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم الدكتور إبراهيم عبد النبي.